تجيبين لي كاسة مي. ليك قدامك؟ لا لا، هي شربت منها مرت عمي، مالي نفس اشرب كاسة شرب منها حدا. ايه تكرمي. حدا اتصل من بيت حماها لاختك؟ بمين بدهم يتصلوا بابا؟ معك او مع اختك؟ انا معي ما حدا حكى، مع اختي ما بعرف. تفضل. حدا اتصل فيكي من بيت حماكي؟ لا، بس انا اتصلت على الارض وردت مرت عمي. انت اتصلتي؟ ايه انا اتصلت، بدي اطمن على ابني، قلبي عليه مثل النار. طيب شو قالت لك؟ قال لا تخافي عليه، قاعد بحضن ستو، لا تاكلي همه بنوب. ايه خلص الحمد لله اطمنتي. ماما شو اطمن؟ انتوا ما بتعرفوا كيف كانوا يعاملوني انا وابني، والله العظيم قلبي فار عليه اكثر. دايمي انا شبعت، بدي فوت اتسطح شوي لاني تعبانه كثير اليوم. استنينا لنخلص عشان نضبي الاكل مع امي. هي اختك بتضبه، انا مو شغلتي. إذا مفكر حركاتك هي اللي حتمروا علي بتكوني غلطانة. وعن أي حركات عم تحكي؟ طبعا غصيت أمي جيبي لي مي وضبي سفرة مع أمي، هاي حركات التطفيش ما بتمرق علي منوبة. إيه ولا تمرق حبيب، أنا حذرتك وأنت ما سمعت، وأنا عن جد رح أطفشك. ها مفكرة الشغلة على كيفك؟ شوف أحمد، يا أنا يا أختك بهذا البيت، نحن الاثنين ما بينفع. وشو رأيك وديلك امي وابي على قهوة العشاء زي ما شرحتها لشبابك، تسحب وتمرحي بالبيت مثل ما بدك؟ والله بيكون احسن. راسي ولك. عم تضربني؟ ولك عم تضربني يا احمد؟ ماشي نتوجع. ولك الله يكسر ايديك، شو عملت فيني؟ ولك انا قلبي عمره ما مد ايده علي هيك دغري بطعن عليك العشرة. بس ماشي ماشي يا احمد، اذا ما بخليك تدفع ثمنه لهذا الكلب. هيتاب شو عم تعملي؟ هيتاب شو عم تعملي؟ ما تعملي، ما بقعد بهذا البيت ولا ثانية، انا بدي اروح لعند اهلي. اسمعي لقلك، اذا بتطلعي برات هذا البيت ما عليك ترجعي لهون منوب، وكل درجة تنزلية برا بتعدي عدد طلعاتك. ولك هيك بدك تطلعني كل ما اختك هي الارملة. قص صوتك. ما بدي اعطي صوتي، خلصنا. عم تعايريني اني ارملة؟ ليش هذا الشيء انا اخترته؟ هذا الشيء انا اخترته ولا قضاء رب العالمين؟ لك ردي علي. ولك ولك انت شلون بتسمحي لحالك تفضحني غرفتنا؟ ولك ما حاسب تحدي حياتنا وبيتنا؟ خلص خلص بيتنا؟ بكل عنقها عم تقلي لي بيتنا؟ لك هذا بيتي قبل ما تخلي انت اساسا، هذا بيتي واللي حصفي غصب عن راسك. ليك ولي قدامك 100 حيط ضلي انطحي راسك فيهم، يا لي يعجبك كلامي يا لي انفرق راسك، سمعاني ولي؟ عني شبك؟ شو صاير لك؟ امي انا شبني ولا قلتلي ما حدا طايقني لا هون ولا هنيك؟ انا شو سميتي؟ صرت اهبل باول عمري، شو سميت؟ بابا انا ما بدي من حدا شيء وما حدا بلزم يصرف علي ليره، أنا راضي بيكفيني أنا وأبني وزيادة. لك ليش الكل مصر إنه يقهرني ويظلمني؟ ليش؟ شو أعملكم إلا ترتاحوا مني؟ لك إنت الحالة لترتاحوا مني؟ أنا ما بقى بدي من حدا شيء، بدي روح أعيش ببيتي أنا وأبني بكرامتي أحسن لي بقى. يا بابا الأرملة بس تعيش لحالها بيحكوا عليها الناس. أي ناس هدول؟ أي ناس أبي اللي عم تحكي عليهم؟ هدول الناس حدا فيهم حس بوجعي؟ حدا دق علي الباب وقال لي شو بدك؟ حدا حس كل هالشهور شهور أنا قديش مظلومة؟ أنا ما بقى يفرق معي الناس وما بقى يفرق معي حدا، إذا أنتوا أهلي مو حاسين فيني. أهلي تقبريني أهدي، والله العظيم حاسين فيكي، والله قلبي محروق عليك لك بنتي. مو صحيح أبني مو صحيح. كلكم كذابين. مشان هيك أنا من بكرة بدي ضب أغراضي وآخذ أبني، وروح أعيش ببيتي بكرامتي أحسن لي بقى. يا رحى بابا على بيتي بابا. الله يرضى عليك يا اختي،
رجعي الشتة وروحي على دوامك واصل الشر. الشر اني ضل هون او ببيت عمي. خليني اروح على بيتي برتاح وبريح. حنين تركي شنطتك بابا، وانا بوعدك انه ما عاد حدا يزعجك بهالبيت. يا بابا انا ما عاد اقدر اعيش بدون ابني، كرمال الله ليش ما حدا فيكم عم يحس فيني؟ ابنك رح يرجع، الموضوع مسألة وقت بس، الا ما يدقوا لك ويقولوا لك تعالي خذيه. لا اذا بتريد خليك. لا ما رح خليك تروحي، حتى على دوامك ما تروحي لحالك، انا وعتاب بنوصلك. لا شكرا، تفضل روح لحالي. ماما جيبي لها فنجان قهوه خليها تشرب معنا. فوتي اختي فوتي، اعطيني الشنطه فوتي. فوتي فوتي, فوتي بابا فوتي. حكم الهوى وشرط غيم تشريني، حكم الهوى وتفرقوا الحلوين، حكم الهوى وشرط